الي ذلك شهد الجناح البحريني في معرض جايتكس في يومه الرابع توقيع عدد من اتفاقيات الشراكه بين شركات بحرينيه ونظيراتها من الخليج العربي ومصر اضافه الي الهند رئيس جمعيه البحرين للتقنيه عبيدلي العبيدلي أكد الرغبة من خلال هذه الاتفاقيات في استقطاب شركات تقنية معلومات عالمية للعمل في البحرين والاستفادة من خبراتها وتشجيع الشركات البحرينية على تصدير منتجاتها وخدماتها في مجال تقانة المعلومات والاتصالات إلى الأسواق الإقليمية هذا وشهد جناح البحرين في المعرض هذا العام زيادة بنسبة 30% في عدد العارضين ومثلها في مساحة المعرض مقارنه بالعام الماضي والتي انعكست ايجابا على تعزيز قوه المشاركه البحرينيه وزياده عدد الزوار كما تميز الجناح البحريني بتنوع الخدمات والمنتجات بما يعكس مدى قوه قطاع تقنيه المعلومات والاتصالات في مملكه البحرين